استاذ سعيد من اسكتلندا. استاذ سعيد اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ حسام، تحياتي لحضرتك ولكل الناس اللي بينقلوا الوعي. ربنا يخليك. استاذ حسام ده سببه علشان حاجه واحده بس، عشان يغطوا على فشلهم الاداري والتنازل عن مياه النيل اللي هيتحملوا الفقراء والفلاحين والعمال والموظفين. وبعدين دي هي الدول الدكتاتوريه زي كده يا استاذ حسام. نعم. يمنع حاجه ما يشوفلكش البديل او يقول لك ايه الاضرار اللي هو منعها او لا اضرار او كده. ده اسمه استهتار واستهزاء بحياه الناس يا استاذ حسام. ومن يدعم ذلك هو هيطول الظلم وهيفقروا الفساد والمحسوبيه وهيفضلوا طول عمرهم عبيد حقراء عند العسكر. نعم. ودوله العسكر يا استاذ حسام هي عباره عن سجن كبير. يهدم بالحرية والعدل. وشكرا يا استاذ حسام. شكرا ليك.